اهلا بيكم في فيديو جديد، ياريت تدعمونا بلايك واشتراك علشان يوصلكم منا كل جديد. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في الرياض اليوم الاثنين سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث اطمأن جلالته على صحة ولي العهد السعودي الذي أجرى عملية جراحية مؤخرا تكللت بالنجاح، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية. كما تمت الإشادة بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات،